كيف نتعلم الانجليزي بسهوله من غير تعب؟ اول شيء بنحتاجه لازم نروح على المكتب. سو اوكي جريت. ثاني شيء بتروحوا على اليوتيوب وبتدوروا على هاي تشانل، بعدها بتروحوا على بلاي ليست بتلاقوا IELTS speaking topics. بس هيك؟ لا مش بس هيك طبعا، بدي اياكم تروحوا على جوجل درايف، هيك بس على نيو. بعد ما هيك بس على نيو في شيء اسمه جوجل شيتس، راح يطلع لك زي الاكسل بالضبط. نفترض انت فتحته على اول فيديو، تحضروا الفيديو واي مصطلح جديد ما تكونوا عارفين معناه بتروحوا على الشيتس اللي احنا عملناهم كرييت. هدول نفترض كلمات جديده عليكم، شو بتسووا؟ لازم تكبسوا هذا الكود اللي هو يساوي جوجل ترانسليت. ركزوا على الكلمات ضروري تنكتب صح. انا اختصارا لوقت الفيديو رح اكتب لكم هذا الكود تحت الفيديو. اخر خطوه ضروري تركزوا فيها لان الانسان عاجك السحر، بدكم تروحوا على موقع كويزلت، وبهذا الموقع بتحطوا كل الكلمات اللي انتم حطيتوها بالشيتس بالعربي وبالانجليزي، بتحفظوا الكلمات عن طريق الاختبارات او الالعاب اللي هم بحطوا لكم اياها. ملخص مفيد للاشياء اللي رح تحتاجها. رح نحتاج يوتيوب شانل، اي يوتيوب شانل. ثاني شيء حنحتاجه جوجل درايف. الشيء الاخير رح نحتاج موقع quizlet.com. واذا كنت اول مره بتشوفوني ما تنسوا تعمل لايك كومنت، تعملوا لي فولو، تعالوا تابعوني على الستوري، تعمل لي انا الفيديوهات فعليا تعبت فيه، اعمل لايك 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 مش مرتين على الفيديو.